نرجع معاكم للشأن المحلي. موضوع خدماتي يخص مجلس بلدي المنطقة الشمالية، تقدم بمقترح لتطوير بعض الأراضي المهملة وتخصيص بعضها للراحة والاستجمام وممارسة الرياضة الخفيفة لكبار السن، وهذه الأراضي كانت في السابق يعني زوايا ألعاب، وهي طبعا تتوسط مشاريع سكنية، وهذه المقترح هي بهدف توفير أوجه الرعاية للخدمات المختلفة لكبار السن حسب ما جاء في المقترح. واختار المجلس لتنفيذ المقترح عقار مهمل من 10 سنوات، ومساحة العقار توصل إلى 850 متر مربع، ويقع العقار قرب غرب شارع الشيخ حمد، ويطل على طريق رقم 410 من الشمال. أما عن تصميم الممشى، المقترح مثل ما نشوف في الشاشة عبارة عن ممشى وحوله أشجار ورقعة خضراء، وفي نافورة بالإضافة إلى مسجد ودورة مياه وغرفة لحارس الأمن. احنا بنتعرف اكثر على تفاصيل المشروع والهدف منه تحديدا، ومعانا على الهاتف مقدم المقترح طه الجنيد عضو مجلس بلدي الشمالي. مساء الخير. حياك الله في الراي استاذ طه. في البدايه يعني بتوجه لك بالسؤال يعني حول هذا المقترح. تعودنا احنا ان الحدائق والمنتزهات والمماشي تكون للعموم، ليش هالمقترح بالذات يعني مخصص لكبار السن فقط؟ طبعاً المقترح يعني ليس أبي مبتدع، دول يعني دول كثيرة مثل في ألمانيا موجود هذه المقترح. نعم. في يعني إسبانيا بعد في نفس الشيء، في بعض الأراضي مخصصة فقط لكبار السن. نعم. يعني لما متنفس لكبار السن. نعم هو موجود معاك، انا موجود يعني في دول اخرى، لكن انت ليش اخترتوا ان تخصصون هذا الموقع بالذات ليكون متنفس لكبار السن؟ طبعا مو ما احنا ما نقول موقع يعني شوف كنا كان عندك في اسبانيا في بريطانيا في اليابان. ايه؟ في حدائق ترفيهيه لكبار السن. اي نعم. تحتوي حتى العاب وراجيح بعد، يعني كان يرجعونهم مثل ما تقول يرجعونهم للطفول يذكرونهم. عندك عندنا طبعا مدينه حمد في عندنا اراضي كثيره مخصصة لمساحات خضراء يعني. نعم. حديقة ومتنفس. فكانت في بداية مدينة حمد كانت مزروعة ويعني منظمة مرتبة كحديقة، لكن مع تقادم السنين يعني أهملت هذه الحدائق. فإحنا قلنا خلنا نستفيد من هذه تقريبا 150 قطعة عندنا، قلنا خلنا نستفيد من كم قطعة ليكون متنفس عام لكبار السن. يعني انت يعني على اي اساس اخترتوا الموقع المشروع؟ هل بس لانها ارض فضاء تبون تستغلونها؟ لا 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 لا، ولا عندكم استراتيجيه معينه تخص كبار السن؟ لا لا، احنا لما شفنا يعني تجربه موجوده في ايه؟ بعض الدول قلنا خلينا نطبقها لكبار السن، تكون ك يعني مو شرط بس متنفس، حتى تكون يعني فيها العاب رياضيه وفيها العاب يعني تزيد اللياقه للمسن، في العاب تناسب المسن يعني حقي مثل ما تقول لي يزيد من لياقته البدنيه، فيها ممشي، فيها العاب يعني شد، فيها العاب يعني في ما نقول العاب، في اجهزه يعني اجهزه ومعدات شيء مثلا. اي نعم. اذا خلينا نتكلم عن المشروع نفسه يعني استاذ طه، يعني عدد المجمعات اللي راح يخدمها المشروع والعدد الاستيعابي ايضا للمشروع كم مستوعب يعني تقريبا؟ احنا عندنا اراضي متنوعه تبدا من تقريبا 900 الى 900 متر اكبر شيء تقريبا الى في عندنا بعضها 600 متر في 700 متر. احنا بنختار الاكبر يعني المساحه المعقوله، في عندنا تقريبا مثل ما قلت لك 150 قطعه، بنختار في كل مجمع قطعه او قطعتين، او يعتمد احنا بالمشروع نشوف ممولين من الاعضاء. يعني انتم لحين ما اخترتوا الاراضي اللي بتسوون عليها المشاريع؟ اخترنا ارض واحده خلاص يعني اي ارض واحده موجوده، عرضناها حتى عرضنا المخطط المشروع. أيه. عرضنا موقع. أيه. الارض احنا نتكلم. أيه. عن هذه الارض وعن هذا المشروع ايش كثر يعني كم مجمع او كم خلينا نقول بيت راح يخدم اللي هو هذا الموقع تحديدا؟ والله بالضبط ما اقدر احدد لك يعني. أيه. ما اقدر احدد لك لان الاراضي هذه واقعه وسط البيوت. وسط البيوت السكنيه. اي نعم. قريبه يعني قريبه عند البيوت يعني مو بعيده، يقدر المسن يمشي لها يعني مو بعيده. ف طيب. عندنا احنا طبعا حتى دار الوالدين اخبرناهم هني في مدينه حمد، تفاهمنا وياهم يعني يكون هم بعد بيكون لهم دور يعني في هذه الحديقه، يكون كتشغيل ك
يعني استخدام يكون لهم دور. هذه دار المسنين عندنا في دار رعاية كانوا نادي رعاية كانوا هذه. اي نعم. بختم معك بهالسؤال استاذ طه، رصدتوا ميزانيه حق هذا المشروع؟ لا احنا قلت لك يعني المشاريع المشروع هذه او الحدائق المتنفس إيه؟ احنا بنخاطب فيها طبعا خاطبنا جهه واحده وابدت استعدادها، والباقي المجمعات والحدائق بنخاطب كشركات يعني كشركه البابا تلكو وفيفا بنخاطبهم ان شاء الله بال. انت خاطبتهم لدعم المشروع لرعايه المشروع؟ اي لكن ما حددتوا انتم ميزانيه المشروع كم؟ لا ميزانيه من يحدد ال المهندسين عندنا احنا ما احنا يعني بابتداء مثل ما قلت لك ما بوفي عليك صراحه. إيه؟ المشروع يعني قلنا حق المهندسين ما نبي يزيد عن 25 الف دينار. يعني لان الارض مو كبيره وايد يعني 1000 متر ما بكلف فيه يعني ممشي واجهزه يعني مظلتين ومصله يعني ومزروعات خفيفه ما نبي يكلف نعم. كثير عشان نحصل الموال بسهوله، تعرف يعني الظروف الاقتصاديه. نعم بالتاكيد بالتاكيد استاذ طه، يعني طبعا المشروع يعني او هذه الفكره او هذا المقترح يبقى مشروع جيد بالعكس، واستغلال امثل للاراضي الفضاء لتوسيع الرقع الخضراء في المنطقه، وكذلك في نفس الوقت يعني لزياده عدد المتنفسات والمنتزهات للاهالي، وكبار السن بعد يستاهلون كل خير.